بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وبعد، أيها الإخوة المباركون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل إجازتكم إجازة سعيدة في هذا الصيف الذي نبدأ من هذا اليوم الثلاثاء غرة شهر شعبان ليلة الثاني منه، حلقة جديدة من برنامجنا الدر المنثور. وقد بينا في دروس سبقت وحلقات مضت أن هذا البرنامج يعنى بدرر أربع: قرآنية وحديثية ثم تاريخية وأدبية، وربما جمعنا بين كل اثنتين منهما بحيث بمقتضى ما يليق بالخطاب ويتصل بالمقام. في الدرة القرآنية والحديثية اليوم سنجمع بينهما، وسنجعل من قول الله جل وعلا في سورة الأحزاب: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا، وأنزل الذين ظهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها وكان الله على كل شيء قديرا. حول هذه الآيات الثلاث نفي أولا إلى الدرة القرآنية، ثم من مقتضاها من أخبارها من أحاديثها ما يتعلق بسيرة رسولنا صلى الله عليه وسلم نفي إلى الدرة الحديثية. فأما في الدرة القرآنية فنقول هذه الآية الكريمة جاءت تبعا لآيات سبقت أخبر الله جل وعلا فيها عن منته على عباده المؤمنين من أهل المدينة من المهاجرين والأنصار يوم داهمتهم قريش: اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. ثم قال الله جل وعلا بعد ذلك بآيات متتابعات تبين بعض ما وقع في تلك المعركة، قال ربنا: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. أما الرد فهو إرجاع الشيء إلى مصدره، وهؤلاء القرشيون وغيرهم من قطفان وقبائل الأعراب رجعوا بالخيبة والفشل إلى مصدرهم، ولهذا سمى الله جل وعلا رجوعهم ردا، قال ربنا: ورد الله الذين كفروا. لكن تمهل وانظر، هذه السورة اسمها سورة الأحزاب، والله جل وعلا قال قبلها بآيات: يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، لكن هنا لم يقل الله جل وعلا ورد الله الأحزاب، قال ورد الله الذين كفروا، حتى يشعر القارئ للقرآن والتالي له أن هؤلاء سبب خيبتهم، سبب فشلهم، سبب غضب الله جل وعلا عليهم إنما مرده إلى الكفر، فنعتهم الله جل وعلا بالكفر في هذا المقام، ولم ينعتهم بالأحزاب كما مر في الآيات التي قبلها. قال جل ذكره: ورد الله الذين كفروا بغيظهم، والغيظ هو الحنق والغضب. ثم بين جل وعلا سبب الغيظ، قال لم ينالوا خيرا، وإن كان بعض العلماء يجعل قول الله جل وعلا لم ينالوا خيرا يجعله حالا متعددة، أي بعد قوله بغيظهم، فيجعل هذا الظرف من الجار والمجرور حالا مستقرة، ويجعل قول الله جل وعلا لم ينالوا خيرا حالا أخرى. لكن الأنسب والعلم عند الله أن يقال إن قول الله جل وعلا لم ينالوا خيرا يصبح المعنى أن هذا الغيظ بسبب أنهم تكلفوا المشاق وأنفقوا الأموال وجمعوا الجموع وأناخوا المطايا وأقاموا المعسكر، ومع ذلك لم يظفروا بشيء. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. ثم قال الله جل وعلا: وكفى الله المؤمنين القتال. هذه كفى هنا بمعنى أغنى، وهي تأتي إذا كانت متعدية بحرف الجر الباء تأتي بمعنى حسب، كقول الله جل وعلا: كفى بالله وكيلا، أي حسبك أيها النبي بالله جل وعلا وكيلا. لكن هنا كفى ليست بمعنى حسب، إنما المراد بها أغنى. وما المعنى؟ المعنى وكفى الله المؤمنين القتال، يصبح المعنى أغنى الله المؤمنين مؤونة القتال، كفاهم الله جل وعلا هم القتال. وأنت إذا جعلت هذه المعركة
مرتبطة بما قبلها وهي أحد، علمت أي فضل لله جل وعلا على المؤمنين، لأن المؤمنين قد أصابهم القرح في أحد. قال الله جل وعلا: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وقال ربنا: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها. فالمسلمون قطعا أصيبوا يوم أحد. هنا حتى لو قدر أنهم انتصروا فإنهم أحوج إلى الحفاظ على العدد والحفاظ على العدد. فأراد الله جل وعلا رحمة بنبيه، رحمة بالمؤمنين، أن يبقي على حالهم، فكفاهم الله جل وعلا مؤونة القتال. ولم يكن في غزوة الخندق قتال بالمعنى المعروف، كل ذلك من رحمة الله جل وعلا بأوليائه، بالنبي صلى الله عليه وسلم وبمن معه من المهاجرين والأنصار، وجعلها الله جل وعلا منا على النبي وأصحابه. قال ربنا: وكفى الله المؤمنين القتال. والمعنى أراح الله جل وعلا، أغنى الله جل وعلا المؤمنين عن القتال. وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. القوة تفسر بالقدرة، والعزة تفسر بالمنعة والعظمة، والله جل وعلا قوي عزيز. وقال ربنا جل وعلا: وكان الله قويا عزيزا. ومن مظاهر قوته، من مظاهر عزته، ما أصاب تلك الجموع التي جلبت بخيرها ورجلها وقدمت من كل مكان، من غطفان ومن بعض يهود ومن قريش أصلا وغيرهم ممن أعانهم، كل ذلك فرق الله جل وعلا الجمع وشتتهم، وما ذاك إلا بالريح وبجنود لم يرها المؤمنون، أخبر الله جل وعلا عنها في القرآن. قال ربنا جل وعلا: وكان الله قويا عزيزا. هذا كله فيما يختص بالأحزاب القادمين لحرب المسلمين في المدينة. كانوا يمنون أنفسهم أماني أن يأكلوا من ثمار المدينة، وأنها منازلة تستمر أياما، لكن الأمر وقع خلاف ما يريدون، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. لما فرقت الآيات هنا من الحديث عن أولئك الأحزاب، جاء الحديث عن من ظاهروهم، وظاهروهم بمعنى ناصروهم، وهذه كلمة مضطردة في القرآن. الله جل وعلا يقول: فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، أي نصير. هنا قال الله جل وعلا: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم. قول الله جل وعلا: ظاهروهم، أي ناصروا الأحزاب، من أهل الكتاب، من هنا أيها المبارك بعضية، لا تنصرف إلى أهل الكتاب جميعا، وإنما تنصرف إلى فئة مخصوصة من أهل الكتاب. يبقى السؤال: من هي تلكم الفئة؟ والجواب قطعا بالإجماع: هم بنو قريظة، هم بنو قريظة. قال ربنا: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم. المدينة إلى اليوم، وأنا أحد أبنائها ولله الحمد والفضل والمنة، فيها منطقة تعرف بحرة قريظة، وفيها جبل إلى الآن موجود يعرف بجبل قريظة. هؤلاء بنو قريظة كانوا يسكنون في قرية في الجنوب الشرقي من المدينة، إلى اليوم باقي ذلكم المكان. فالله جل وعلا يقول هنا: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب، قلنا من بعضية، من أهل الكتاب من صياصيهم. الصياصي أي الحصون، بل في اللغة كل ما يعتصم به، كل ما يمنع فهو صياصي. ولهذا يقال لقرون الثور إنها صياصي، لأن الثور بها يحمي نفسه ويعتصم. قال عبد بن الحسحاس: فأصبحت الثيران غرغى، وأصبحت نساء تميم يلتقطن الصياصية. يلتقطن الصياصية يعني يقول إن هؤلاء النسوة لما فنيت الثيران أخذوا قرون الثيران، لأنهم كانوا يوم ذاك يستخدمونها للنسي في قضية النسج، ويستخدمونها كأوعية. يعني قرون الثيران كانت تستخدم كأوعية للكحل، فكن النساء يأخذنها حتى يبيعنها، كما قال عبد بن الحسحاس في بيتي هذا. والمقصود كل ما كان به يمنع، به يلاذ، يدور في فلك اللغة تسميته بالصياصي. والمقصود هنا الحصون التي كانت بنو قريظة تفيء إليها. قال الله جل وعلا: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب. وقد مكث حصار النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن أخبره جبريل بالمسير إلى بني قريظة، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم عاد من الخندق ظهرا بعد أن انكفأت قدور المشركين وسلط الله عليهم الريح ورجعوا، عاد عليه الصلاة والسلام إلى منزله ظهرا، فجاءه جبريل يأمره أن لا يضع سلاحه، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، كما سيأتي في الحديث عنه في الدرة الحديثية. والمقصود ثم مكث الحصار أكثر من 20 يوما، تزيد تنقص قليلا على حسب أقوال المؤرخين. ثم بعد ذلك بدا لبني قريظة أن ينزلوا كما نزل أصحابهم من قبل من بني النظير، لكن النبي عليه الصلاة والسلام حكم فيهم
سعد بن معاذ، فحكم بقتل رجالهم وسبي ذرارهم. هنا قال الله جل وعلا: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. الأصل فعل وفاعل ومفعول به، فقول الله جل وعلا وتأسرون فريقا هذا على أصله فعل وفاعل، والنون علامة رفع لأن المفعول الخمسة، وفريقا مفعول به، لكن في الأول قدم المفعول فريقا تقتلون. لماذا قدم؟ لجلال الاهتمام به، لأن السبي والحصول على ما يبتغى من بني قريظة إنما وقع بعد أن قتل الرجال، بعد أن قتل الرجال فقدم، لأنهم سند القبيلة، قبيلة بني قريظة، ولهذا قدم الأمر فيهم. قال ربنا فريقا تقتلون، ثم قال الله جل وعلا وأورثكم. أورث من؟ أورث المؤمنين. وقد مر معنا في دروس عدة أن الإرث أعظم طرائق التمليك، الإرث أعظم طرائق التمليك، والله جل وعلا سمى المؤمنين حال دخولهم الجنة سماهم ورثة. قال الله جل وعلا عن الخليل إبراهيم: واجعلني من ورثة جنة النعيم. وقال: بما أورثتموها بما كنتم تعملون، في الخطاب عن أهل الجنة. والمقصود هنا قال ربنا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها، فأصبحت أربعة. تفصيل هذه الأربعة وفق قواعد التفسير: قال الله جل وعلا وأورثكم أرضهم، أي المساحة من الأرض، القرية كلها التي كانت تحتلها بنو قريظة، ديارهم أي منازلهم، وأورثكم أرضهم وديارهم. قال ربنا وأموالهم، الأموال تنصرف إلى ما يقتنى، إلى الدينار والدرهم والمواشي والخيول، هذه كلها مما يقتنى. لكن الإشكال في قوله جل ذكره وأرضا لم تطؤوها، هذا يحتمل أمرين: إما أن يكون الحديث عن شيء قد مضى، أو أن يكون الحديث عن شيء موعود. فإن كان الحديث عن شيء قد مضى فلا ينبغي أن يعرج على قول أكثر أو بعد القول بأن الأرض المقصودة هي أرض بني النضير، فيصبح المعنى أرضا سابقة على أرض بني قريظة أورثكم الله جل وعلا إياها هي أرض بني النضير. وهذه ثبت في القرآن بأن الله جل وعلا أفاء بها على نبيه: فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. فيصبح بهذا الأمر، بهذا المنحة في التفسير، يصبح قول الله جل وعلا وأرضا لم تطؤوها أي لم تغزوها، وإنما هي فيء من الله لكم، هذا على القول أن الأمر يتكلم في غير الوعد، في شيء قد مضى. وجل أهل التفسير على أن الأمر وعد، فإذا قلنا إن الأمر وعد يتنصرف إلى أي أرض، وأرضا لم تطؤوها هذا فيه خلاف. فنقل عن بعض أئمة التفسير أن المقصود مكة، قال قتادة: كنا نحدث أنها مكة، كنا نحدث أنها مكة. ونقل عن مقاتل بن سليمان رحمه الله ورحم الله قتادة على أنها أرض خيبر، وقيل أرض فارس والروم، وقيل هي كل أرض غنمها المسلمون بعد ذلك. أيها الأقرب، الأقرب والعلم عند الله أنها أرض خيبر. لما قلنا إنها الأقرب أنها أرض خيبر؟ لثلاثة قرائن. القرينة ذلك أن فتح خيبر كان بعد عام تقريبا وأشهر من غزوة الخندق، من غزوة بني قريظة، هذا عدم وجود البعد الزماني. الأمر الثاني أن الله جل وعلا قال وأورثكم، وهذا ينصرف، أول ما ينصرف إلى الجيش الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة، وهذا الجيش الذي كان مع النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك في خيبر هو عين الجيش الذي كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في بني قريظة. اللهم إلا إن كان مات بعضهم كسعد بن معاذ رضي الله عنه وغيره، لكن هؤلاء أفراد، لكن لحمة الجيش، أصل الجيش، عين الجيش النبي صلى الله عليه وسلم، ومن معه هم من كانوا في بني قريظة، هم من كانوا في خيبر. هذا القرينة الثالثة. القرينة الثالثة إن الأرض الأولى وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم بالإجماع تعود على أرض بني قريظة، وبنو قريظة يهود، وأرض خيبر كانت لليهود، ليهود بني النضير، فيصبح المشترك في أن تتكلم عن طائفة معينة هي اليهود، سواء كانوا بني قريظة أو كانوا بني قريظة أو كانوا بني النضير. فالمقصود وقول الله جل وعلا وأرضا لم تطؤوها أكثر ما تنصرف
والعلم عند الله وفق القرائن إلى أنها أرض خيبر، والقول بأنها أرض بني النضير كما بينا آنفا التي احتلها المسلمون في المدينة لا أرض خيبر التي فاء إليها بني النضير، كذلك قول قوي، لأن القول لأن الآية جاءت بصيغة الماضي. لكن الترجيح نميل فيه إلى خيبر للقرينة التي بعدها. ما القرينة التي بعدها؟ أن الله قال وكان الله على كل شيء قديرا، فقول الله جل وعلا وكان الله على كل شيء قديرا جعله في حق البشارة أولى من جعله في حق شيء قد مضى. جعله في حق البشارة قديرة يزيدهم نورا على نور واطمئنانا على اطمئنان، فيكون التذييل بقول الحق تبارك اسمه وجل ثناؤه وكان الله على كل شيء قديرا تذييلا يشعرنا أن الأمر يتحدث عن وعد لا عن شيء قد مضى. والعلم عند الله، هذه هي الدرة القرآنية إطلالة في التفسير حول قول ربنا جل وعلا ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. نفي الآن مع نفس الآيات مع نفس الواقعة إلى الدرة الحديثية. إذا رجعنا إلى الدرة الحديثية حول الموضوع نفسه نقول والعلم عند الله إن غزوة الخندق لما طمعت قريش بعدما وقع للمسلمين في أحد فجلبت بخيلها ورجلها والناس أجمعين يجمعونهم، فلما وصلوا المدينة فوجئوا بالخندق، والخندق فعله النبي صلى الله عليه وسلم، حفره بمشورة سلمان وباشر عليه الصلاة والسلام الحفر بنفسه حتى يقتدي به أصحابه فيعظم أجرهم، وإلا هم يكفون نبيهم صلى الله عليه وسلم عملا كهذا، لكنه عليه السلام باشر الحفر بنفسه حتى يكون قدوة لأمته وليعظم صنيع المؤمنين. في كل غزوة الصحابة كلهم رضوان الله عليهم أئمة هدى، لكن نلحظ في قراءة السيرة في كل غزوة يظهر أثر صحاب بعض الصحابة أكثر من غيرهم، يعني يصبح اسم الصحابي مرتبطا أكثر بغزوة. فإذا قلنا بدر تفيء القلوب إلى حمزة وما صنعه في بدر، ولهذا كان ما وقع منه يوم بدر سبب مقتله. فإذا قلنا أحد ظهر طلحة ظهر سعد، فإذا قلنا الخندق ظهر سلمان بمشورته وعلي بن أبي طالب بمبارزته، وظهر سعد بن معاذ بتحكيمه في بني قريظة. وإذا قلنا غزوة تبوك ظهر عثمان بسخائه، وفي الأثر ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. والمقصود هذا الارتباط يجب أن يتأمله قارئ السيرة جيدا. كذلك في غزوة الخندق ذكر أهل السير أن جابر رضي الله تعالى عنه كان عنده شويها يقول ليست جدة سمينة، ثم بدا له أن يشويها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ إكالة من شعير وأعطاها لأخته لتجعلها للنبي عليه الصلاة والسلام أهل بيته، وجابر بن ذاك لم يكن قد تزوج فيما يظهر. والمقصود أن أهل الدار أعدوها، فلما قفل عليه الصلاة والسلام راجعا وأثر التعب والنصب عليه وهو يشارك أصحابه الحفرة، قال له جابر إنني أعددت لك شويها، وكان يريد النبي عليه السلام وحده، فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يجيب، لكنه يأمر الداعي الصارخ أن ينادي في الجيش كله هلموا إلى بيت جابر، فجاءوا تباعا، فاسترجع جابر لأنه يعلم أن شاته على الأصل لن تغني الجيش، قال إنا لله وإنا إليه راجعون، لكن لم يكن بد من إنفاذ أمر رسول الله، فسمى صلى الله عليه وسلم ودعا بالبركة على الشعب فأطعمت الجيش كله. قال بعض العارفين وشاة جابر يوم الحرب معجزة، نعم النبي ونعم الجيش والشاة، وشاة جابر يوم الحرب معجزة نعم النبي ونعم الجيش والشاة. وانظر الأدب، قال نعم النبي لوحده ثم قرن ما بين الجيش والشاة، وهذا جيد في الخطاب الأدبي. والمقصود هذا مما وقع في غزوة الخندق، وقع ما حررناه آنفا من أن جبرائيل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وأمره بالتوجه لقريظة، ووقع الأمر المشهور في أن بعضهم
لما أدركته الصلاة صلى، وبعضهم أخرها إلى أن وصل بني قريظة، فلم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من الفريقين. وهذه ما يعني استنبط في قضية الاختلاف في الرأي، والناس لو أنهم في اختلافهم الرأي تأدبوا بأهل العلم للعلم. كذلك مما وقع في غزوة الخندق ما كان من الأمر الشهير أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وكبر على بعض الصخرات، وأخبر أمته بوعد الله جل وعلا لها فارس والروم وأبواب صنعاء، كل هذا من وعد الله لنبيه، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم به أمته، جهر به عليه السلام، صدقه المؤمنون، ارتاب المنافقون، خلد الله ما قال الفريقان. قال الله جل وعلا: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقال عن المنافقين ما وعدنا، أنهم يقولون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وتخليد أحوال الفريقين حتى يتأسى المؤمن بأهل الإيمان، وإذا رأينا أحدا من أهل النفاق علمنا أن له سلف من قبل. نسأل الله لنا ولكم العافية. هذا ما يمكن أن يقال حول الدرة الحديثية، حول قول الله جل وعلا: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيز. أزدلف إلى أسئلتكم إن وجدت، فإن لم توجد عدنا معكم إلى الدرتين التاريخية والأدبية، وسنجمع بينهما في هذا اللقاء في مقام واحد. في أي اتصال أستاذي؟ طيب، حتى يأتي اتصال نبدأ بالدرة التاريخية والأدبية ونقول: سنجمع اليوم بين الدرتين التاريخية والأدبية، والطريقة في الجمع بينهما في هذا اللقاء المبارك هي أننا سنأتي إلى أبيات عجزا أو صدرا أو بيتا كاملا جرت عند الناس في تاريخنا الأدب العربي مجرى المثل. فإذا جرت مجرى المثل أصبحت من الحكم الشهيرة التي وإن كان أصلها بيتا من الشعر، إلا أنه لما تضافر فيها من معان ولما حوته من دلائل أصبحت ذائعة في الناس، يمكن إنزالها على كثير من الوقائع المشابهة لها. ونبدأ أولا بقول القائل: لا بد من صنعاء وإن طال السفر. هذا القول صدر بيت، وهو كناية عن العزم على الهدف، العزم على تحقيق الأمر، وأن الإنسان إذا جعل بين عينيه هم قام به على أكمل وجه، وهذا هو دأب الأحرار من الرجال. فإذا رزق الإنسان عزما فقد وفق، وقد قال الله جل وعلا عن أبينا آدم: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. طبعا في حالة مخصوصة، وإلا آدم أبونا وهو نبي الله نبي مكلم، لكن نتكلم عن الاستشهاد بالقرآن. والله قال لنبيه: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وقال: فإذا عزمت فتوكل على الله. فالإنسان ينبغي أن يكون لديه عزم بعد أن يكون قد استخار واستشار وأخذ بالأسباب. هذا القائل يقول: لا بد من صنعاء وإن طال السفر. هذا يقودنا إلى الحديث ولو استطرادا عن صنعاء. وصنعاء مدينة معروفة في اليمن، والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حق أهل اليمن: الإيمان يمان والحكمة يمانية، أتاكم أهل اليمن أرق أفئدة وألين قلوبا. المدينة صنعاء مدينة غارقة في التاريخ، من قرأ الشعر العربي يجد لها ذكرا كثيرا. يقول جرير: أقل اللوم عاذل والعتاب، وقولي إن أصبت لقد أصاب، وقولي إن أصبت لقد أصاب، إلى أن قال: لشتان المجاور دير أروى، ومن سكن السليلة والحجاب ستهدم حائطي قرماء مني، قواف لا أريد بها جوابا، دخلنا قصور يثرب معلمات ولم يتركن من صنعاء بابا. دخلنا قصور يثرب معلمات ولم يتركن من صنعاء بابا. وجه الشاهد منه من قوله ولم يتركن من صنعاء بابا على أنها مدينة معروفة غارقة في التاريخ منذ عهد العرب الأوائل. هذا ما يمكن الحديث عن صدر البيت: لا بد من صنعاء وإن طال السفر. ثمة أبيات أخر سنعرج عليها بعد أن نأخذ اتصالاتكم. تفضل يا أستاذ عبد الله. السلام الله عليك. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله شيخ صالح. الله حياك يا أخ عبد الله. شيخنا بارك الله فيك. حقيقة سؤال عن
طريقة طلب ألا وهو أسامك الله. بالنسبة للمسائل الفقهية الكل يستطيع في هذا الوقت عن طريق الانترنت وغيره من الكتب أن يستخرج مسألة فقهية ويخرجها من مضانها. لكن الشيخ ودي أنك يعني تشنف أسماعنا بأن اللسان المفتي أو التي تتوصل في شروط الفتية لابد أن يكون على علم بباب الفنون، ومن أهم هذه الفنون علم أصول الفقه. فأبين فضيلة الشيخ ودي أن تبين على ما هي أهمية أصول الفقه، وتبين يا شيخ واحفظك أن الفقه الإسلامي إنما هو ثامرة على بعض أقوال العلم مشتقة من أصول الفقه. أرجو شيخنا الكريم أن تعرج على هذه المسألة، بارك الله فيك. شكرا يا شيخ عبد الله. أخ إبراهيم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أهلا الله مساك يا شيخ. مساك الله بالنور، حياك الله. شيخ صالح. أي نعم معك، تفضل. الله يحفظ هذا الوجه. عندي استفسارين الله يسلمك. بالنسبة للسؤال الأول، قول الله يعني في ترتيب كلام الله عز وجل في القرآن. بالنسبة للآيات يا شيخ، يعني كيف عرف أن الآيات مرتبة؟ مثلا في سورة البقرة كيف عرف الآيات؟ لأنها تنزل الآيات ولا تنزل سورة كاملة. نعم. كيف عرف ترتيب القرآن؟ أبشر. ثم السؤال الثاني الله يحفظك شيخ، حديث النبي عليه الصلاة والسلام أمر على الناس سنين خداعات، هل الحديث صحيح وما معناه؟ نعم. الله يجزاك خير ويكتب أجرك. تفضل يا أخ أحمد. أخ أحمد. أيوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يحييك، يا أهلا. كيف حالكم يا شيخ؟ عليكم السلام، الله يحييك. أحبك في الله، الله يحفظك. أحبك الله وأجلك. بغيت أسألك الله يرضى عليك يا شيخ، الله عز وجل يقول ويكلم الناس في المهدي وكهلا ومن الصالحين. نعم. يعني كلام الناس في المهدي معجزة، لكن الله عز وجل ذكره وكهلا، بغيت يعني المعنى من ذكرها. أبشر يا غالي. يعني ما المعجزة في ذكرها سبحانه وتعالى؟ نعم. أبشر. جزاك الله خير، الله يرضى عليك يا شيخ. الأخ عبد الرحمن تفضل. أستاذ عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف شيخنا، كيف حالكم؟ أهلا حبيبي، حياك الله. عندنا سؤالين يا شيخ الله يرضى عليك. عندك سؤالان، تفضل. الأول يا شيخ، هل ورد أن وقت أذان المغرب هو محل إجابة للدعاء؟ وإذا كان كذلك فكيف نوفق بين الدعاء والترديد مع المؤذن؟ نعم. والسؤال الثاني الله يحفظك يا شيخ، شعر الغزل، هل يوجد محظور شرعي من حفظ الشعر هذا والاستشهاد به؟ أبشر. بارك الله فيك يا شيخ. تفضل يا أخ طارق، باقي أحد؟ طيب نبدأ بالإجابة على أسئلتكم ثم نفي إلى ما كنا فيه. الأخ عبد الله يقول قضية الفتية وحاجة من يفتي إلى علم أصول الفقه. أنا أقول بإجمال، العلم نور يقذفه الله جل وعلا في قلب من يشاء من عباده، وهذا قول حرره الإمام مالك رحمه الله تعالى من قبل. فليس العلم أن يأتي الإنسان إلى كتب فيقرأها ثم يخرج ما فيها للناس، وإلا لو كان الأمر كذلك لأصبح الناس كلهم في زماننا هذا مع قرب الأمر علماء. لكن العلم الشرعي الذي يصبح صاحبه بحق أهلا لأن يتحدث، العلم أولا بالقرآن، فلا يتصور أن أحدا يجلس للناس يبين لهم أمر دينهم وهو لا يحفظ أو يجهل مراد الله جل وعلا من كلامه. لا يعرف الناسخ من المنسوخ، ولا يعرف المحكم من المتشابه، ولا يعرف المطلق من المقيد، وغير ذلك مما يجب معرفته حتى يكون الإنسان عالما بالجملة في كلام الله جل وعلا. ثم العلم بالسنة، وإن كان ليس لأحد أن يحفظ السنة كاملة، لكن أن يعرف الطرائق المثلى في التعامل معها كما حررها أئمة الفتوى عبر تاريخ الأمة المشرق الطويل. ثم لابد من العلم بلغة العرب، لأن القرآن عربي ومحمد صلى الله عليه وسلم عربي، فمن لم يكن فطنا في هذه اللغة كان صعبا أن يتصدر للفتية. ثم العلم بأصول الفقه كما قال أخونا عبد الله وهو أمر محرر من قبل، حتى يعرف كيف ينزل المسائل تنزيلا صحيحا.
على أن جماع ذلك كله وهو الأهم كما قلت هو نور يقذفه الله جل وعلا في قلب من يشاء. ومن عرف أن القول على الله جل وعلا بلا علم من أعظم المزالق حرص بتقواه إن رزقه الله التقوى أن لا يتكلم في مسألة إلا بما يغلب على ظنه أنه أولا أهل لأن يتكلم، ثم بعد ذلك يتحدث فيها بما يغلب على ظنه، على أن الإنسان كلما عوفي كان أكمل في حقه. على أن الناس ينبغي عليهم إذا وقعت مسألة ما أن ينظروا لها من وجهين، الأول أن يكون هناك نصح لله في بيان الحق، قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فمن النصح لله إظهار الحق في ثوبه الصحيح، إن أخطأ أحد ما في إظهاره، لكن إظهار هذا الحق لا يلزم منه بل لا يجب أن يتجاوزه الإنسان إلى عرض القائل وأن يقدح فيه وأن يلمزه أو يغمزه، لأن أعراض المسلمين محفوظة، محفوظة بنصوص قطعية لا تجيز لأحد أن يتجاوزها. وقد قال عليه الصلاة والسلام في خطبة يوم عرفة: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ومر معنا قبل قليل عرضا قول الإمام الشاطبي رحمه الله: وواجب عند اختلاف الفهم إحساننا الظن بأهل العلم. على أن الإنسان وهو يكلم عامة المسلمين في زمن ما أسهل أن تنتقل فيه الكلمة والفتوى والرأي والمشهورة، أن يجعل صالح العامة للأمة بين عينيه، وأن ينظر إلى واقع الناس نظرة من يشفق عليهم. نسأل الله لنا ولكم الهداية وسواء السبيل. نأتي للأخ إبراهيم يقول: الترتيب في القرآن، الترتيب في آيات القرآن المعروف المعهود عند من له علم بالقرآن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزلت الآية يقول: اجعلوها في مكان كذا في موضع كذا، فيحددها صلى الله عليه وسلم. فترتيب آيات المصحف ترتيب وقفي أخذه الصحابة الكتبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأخ أحمد يقول: قول الله جل وعلا: ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قطعا الآية معروفة أنها تتحدث عن المسيح عيسى بن مريم، إذ قالت الملائكة: يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين، في سورة آل عمران. فأما قول الله جل وعلا ويكلم الناس في المهد إظهار للمعجزة، أما قوله وكهلا اطمئنان لها في أن هذا الصبي ليس أمرا خارقا ويزول، لأن جرت العادة أن الخوارق لا تدوم لا تبقى، فحتى لا يفهم أنه فتى أنه صبي يتكلم في المهد فيفتن به الناس ثم لا يلبث أن يموت كما جرت العادة في غيره من الخوارق لا تلبث أن تنقضي. لا، قال الله جل وعلا وكهلا إشعار لمريم عليه السلام أن هذا الابن سيكبر سيطول به عمر إلى أن يضحي كهلا. وانظر بلاغة القرآن لأنه من عند الله، قال الله جل وعلا ويكلم الناس في المهد وكهلا ولم يتعداها، مما يشعر أن بعد الكهولة سيكون شيء، لكن ليس في الآية ما يدل على أن هناك وفاة وكان هناك الرفع. قال الله جل وعلا بل رفعه الله إليه فأخر الخبر، لكن أشير إليه بقوله ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين، فسبحان من هذا كلامه. الأخ عبد الرحمن يقول: هل وقت أذان المغرب إجابة للدعاء؟ لا أعلم نصا صحيحا صريحا أن وقت أذان المغرب وقت إجابة للدعاء مخصوص. أما قوله شعر الغزل هل هناك محظور؟ شعر الغزل يختلف، فما يرتبط منه بعالم الأرواح أمره يسير، وما يرتبط منه بعالم الأبدان ينقسم إلى قسمين. فأما عالم الأبدان الفاحش المبتذل
أو الذي يتكلم عن امرأة بعينها فهذا لا يستساغ سماعه. اللهم إلا أن يكون بيتا مشهورا قديما كشعر امرئ القيس فيستشهد به المفسر أو يستشهد به الفقيه على أن هذا موجود في لغة العرب على اللفظة. وأما ما لم يكن كذلك فالأمر فيه واسع، وإنما يتوخى الإنسان مواطن يتكلم فيها أو يحفظ فيها أو يقول فيها شعر الغزل. فلا يمكن أن نلوم شابا لتوه خطب أو لتوه عقد فأراد أن يكلم زوجته قبل الدخول فأن يختار لها أبياتا يرقق بها قلبها عليه أو يستجلبها إليه أو يزرع بها المودة بينهما، هذا أمر لا غضضة فيه البتة، بل يحسن بمثال هؤلاء من هؤلاء أحوالهم أن يقولها. رجل سافر بعيدا عن أهله فبعث برسالة مكتوبة أو في جوال كما في أبناء في أهل عصرنا، فكتب فيها أبيات مما يحفظ أو مما يقول، يخاطب فيها من يودهم زوجته مثلا، أو أبياتا ليست بالغزل المعروف إنما رقيقة في المعنى لمن يحب، كقول القائل: وصل الكتاب فلا عدمت أناملا خطت به حتى تمخض طيبا، فكأن موسى قد أعيد لأمه، أو ثوب يوسف قد أتى يعقوبا، أو غير ذلك مما يحفظ. هذا كله مما يزيد الألفة بين الناس والمحبة بين الزوج والزوجة وبين الخاطب وخطيبته وأمثال ذلك مما هو مستساق. أما طرائق الحرام فالحرام كله يعني مذموم، فلا يمكن أن يقبل، حتى لو قال لها السلام عليكم وهو يريد استدراج هذا حرام عليه، فضلا عن يقول لها غزل. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم العفاف والعصمة. طيب ناخذ أبو نايف قبل أن نعود إلى ما كنا عليه، تفضل يا أبو نايف. أبو نايف يا أبو نايف، الله ذهب الاتصال. نعود إلى ما كنا فيه، كنا نتكلم عن شعر الحكمة، وانتهينا من قول القائل لابد من صنعاء وإن طال السفر. من الأبيات التي ذهبت في الناس وسرت تحمل معاني يمكن أن تنزل على مواطن كثيرة، قول شوقي رحمه الله: دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. فهذا بيت جرى مجرى المثل، جرى مجرى الحكمة، يشاع في الناس، وهو من قصيدة رثى فيها أحمد شوقي رحمه الله زعيما مصريا اسمه مصطفى كامل: المشرقان عليك ينتحبان قاصيهما في مأتم وداني. وفيها أبيات رائعة وفيها أبيات يعني خالف فيها شوقي ما ينبغي أن يتمسك به من هدي القرآن. فمن جيد شعره فيها قوله: وأنا الذي أرثي الشموس إذا هوت فتعود سيرتها إلى الدوران، ماذا دهاني يوم مت فعقني فيك القريض وخانني إمكاني، وأخذت تسألني الرثاء فهاكه من أدمعي وسرائري وجناني. وأما التي خالف فيها كقوله في القصيدة نفسها: لو كان في الذكر الحكيم بقية لم تأتي بعد رثيت في القرآن، هذه مبالغة ممجوجة. فقوله دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني تجعل الإنسان يمشي في الحياة رويدا، ولا يتكلف ما لا يطيق، ولا يبدأ يظلم زيدا ويظلم عمرا لينال مقصودا، وفي آخر الأمر لن ينال إلا ما كتب الله جل وعلا له. فالبيت في غاية ما يمكن أن ينتشر. من الأبيات كذلك قول القائل، وهي تنسب لشاعر جاهلي قديم يقال له العاني أو المعاني، فهو قوله: وإذا تكون كريهة أدعى لها، وإذا يحاس الحيس يدعى جندب. هذا يقع كثيرا في عصرنا، بعض الناس لا يحسن التعامل مع من يخدمه مع من حوله. فهذا الفارس الجاهلي يقول: إن لي قرابة أو لي جيران أو لي هناك حي من العرب، إذا جاءتهم المدلهمات لشجاعتي ينادوني ويقربونني يطلبون مني أن أدافع عنهم، لكن إن حلت بهم الخيرات وفاء عليهم العطاء ودرت مواشيهم وأنبتت أرضهم فأكون بعيدا عنهم، لا كأنهم لا يعرفونني ولا أعرفهم. والأبيات في الذروة من الصياغة في المعنى والمبنى، وأظن أن أولها
أخي أصدقني ولست بناصح وأخوك ناصحك الذي لا يكذب. أمن القضية أن أمن القضية أن إذ أمنتم فأنا الحبيب الأقرب. وإذا تكون كريهة أدعى لها، وإذا يحاس الحيس أدعى جندب يدعى جندب. عجبا لتلك قضية وإقامتي فيكم على تلك القضية يعجب. هذا لعمركم الصغار بعينه لا أم لي إن كان ذاك ولا أب. قبلها لجندب شرق البلاد وغربها، ولي الملاح وخبتهن المجدب. عجب لتلك قضية وإقامتي فيكم على تلك القضية يعجب. هذا لعمركم الصغار بعينه لا أم لي إن كان ذاك ولا أب. فهو يأنف من تلكم المعاملة. إذا الخطوب حجرتكم داهمتكم دعوتموني، وعندما يقصد ويحاس الحيس يعني كناية عن العطاء، كناية عن يرزقون بشيء، فيجعلونني بعيدا غريبا كأنهم لا يعرفوني. وجندب رمز لكل أحد يؤثر ويقدم ويعطى في حال النعيم، وهذا ليس من الإنصاف في شيء ولا يقبل الحياة في مثل هذه المواضع. حر أبي أبدا، والعرب تقول ولا يقوم على ذل يراد به إلا الأذل، ولا يقوم على ضيم يراد به إلا الأذلان، عير الأهل والوتد. هذا على الخصف مربوط برمته، وذا يشج فلا يرثي له أحد. والمقصود أن الأبي الحر لا يقبل حياة مثل هذه. وكان الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه يقول: يعجبني الرجل إذا سيم خطة ضيم أن يقول لا بملء فيه. وهذا مما يربى في النفوس، يربى في الأحرار، يربى في الأبناء. يعني لابد أن نعرف أن للجنة طريق وللدنيا طريق، ولابد أن يعرف الإنسان كيف يعالج يتعامل مع أهل الدنيا ويتعامل مع ربه تبارك وتعالى. هذا من الأبيات الشهيرة. من الأبيات التي يعني يمكن أن نتكلم عنها بيت أبي الأسود الدؤلي الشهير: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. وأبو الأسود الدؤلي رحمه الله اسمه ظالم بن عمرو، عاش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يره، لم يشرف برؤية النبي عليه السلام. ويقولون أهل السير والأخبار أنه دخل المدينة بعد أن فرغ الصحابة من دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن صح هذا فما أشبه اسمه بحاله، أن اسمه ظالم، لكن هذه أقدار، لكن الحق يوجد توافق كبير. المقصود أنه كان من شيعة علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان يحب عليا حبا جما، وكان نقش خاتمه: يا غالبي حسبك من غالب، ارحم علي بن أبي طالب. يا غالبي حسبك من غالب، ارحم علي بن أبي طالب. وكان له أخوال وأصهار من قبيلة يقال لها بنو قشير، فكانوا لا يعجبهم أنه يحب عليا ويفضله، فكانوا يرجمونه في الليل. فإذا أصبح يقول: يا بني قشير، أي جوار هذا؟ قالوا: لسنا الذي رجمناك. قال: من الذي رجمني؟ قالوا: يرجمك الله لسوء معتقدك وعن بظنهم. فقال: لو رجمني الله لأصابني، لكنكم ترجمون فتخطئون، لكنكم ترجموني فتخطئون. ثم قال: يقول الأذلاء بني قشير طوال الدهر لا تنسى علي. ثم ذكر أبياتا يبين فيها حبه لعلي ولآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود أن أبا الأسود قال لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. والبيت شهير، وهو يضرب في ذلك الذي ينهى الناس عن أمر ثم يأتي، أو يأمر الناس بشيء ثم لا يفعله. وهذا دل عليه القرآن في مواطن ثلاث. قال الله جل وعلا: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. وقال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. هذا في البقرة وهذا في الصف. وبينهما قال الله تبارك وتعالى في هود عن العبد الصالح: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. فهذا هو الذي استسقاه أبو الأسود الدؤلي في قوله: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. لكن ينبغي أن نعلم أننا معشر الدعاة، معشر أهل العلم، إنما ندعو الناس إلى علمنا لا إلى عملنا. ولو كنا لا نقول إلا ما يعني نعمله لهلكنا،
لكن نسأل الله لنا ولكم العافية. ما بقي من الوقت نأخذه مع أبيات أن تعلق بقضية المودة والمحبة، لأن من أحب شيئا أحب من ما تعلق به. ومن ذلك قول قيس بن الملوح المعروف بالمجنون: أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شقفن قلبي، ولكن حب من سكن الديار. وهذا البيت آية في حب الإنسان لمحبوبه ولما يتعلق بمحبوبه. وأظن أن أهل المدينة أسعد الناس بهذين البيتين. فالمدينة مشى في طرقاتها جبرائيل وميكائيل، والروضة التي نفي إليها كان يجلس فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم والصديق والفاروق وخيار الصحابة. وكثير من المواطن نأتي سلع كنت أسكن فيه، فنتذكر حديث أنس: ليس بيننا وبين سلع سحابة. ونأتي أحد فنتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحد جبل يحبنا ونحبه. ونأتي العقيق فنذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني آت من ربي فأمرني أن أصلي ركعتين في هذا الوادي المبارك. ونأتي قباء فنتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء كل سبت، وهكذا غيرها في المواطن في مدينته صلوات الله وسلامه عليه. نرجو الله أن يرزقنا الصدق في المحبة. فالمجنون يقول: أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شقفن قلبي، ولكن حب من سكن الديار. فنسأل الله أولا أن يعفو عنه ويغفر له، فقد مضى على أمر هام به وشغله، والله أعلم بأمره. ونعوذ بالله أن نشمت بأحد، لكن ينبغي أن يعلم أنه رزق عفافا، لأنه لو كان يطلب الفواحش ظاهرا وباطنا لما تغرب في الجبال، ولما واطن الوحش وسكن معها حتى ألفها وألفته. لكن مع ذلك لا يحمد له هذا الصنيع، لكن وهذا كله لا يدفعنا إلى أن نشمت به. لكن نقول، نحور الخطاب، نحور الشعر، نحور البيت: أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شقفن قلبي، ولكن حب من سكن الديار. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم المحبة في جلاله. هذا والعلم عند الله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.